مساء الخير، يوم جديد من أيام البث المباشر. احنا بدأنا معاكم في هذا البث للتواصل مع كل متابعينا، كل اللي بنتناقش مع بعضنا البعض على صفحتنا، لأن الحقيقة النقاش ده هو اللي بيولد الأفكار وهو اللي بيفيد جدا المجتمع وبيفيد في مناقشة القضايا. يعني التواصل بيني وبين اللي بيتابعونا، يعني أنا بشوفه إنه أهم مولد للأفكار والحقائق وأيضا لوجهات النظر المنطقية. يعني مفيش شك إن احنا لسه بنعيش في انتكاسة كرة القدم المصرية، والحقيقة طبعا الانتكاسة وضحت بشكل كبير جدا بعد نهاية الدور الأول من كأس العالم. إيه المحصلة النهائية بعد هذه النهاية؟ مصر فين؟ نقعد كده نشوف نفسنا فين، علشان اتحاد الكرة الفاشل اللي أوصلنا إلى هذه الحالة يتأمل في المشهد. والقضية مش متعلقة بقى بإقالة أو استقالة قد ما هي متعلقة بمساءلة، بمحاسبة، بمحاكمة يعني. لكن كمان خلونا نشوف المشهد في نهايته. المشهد في نهايته، تخيلوا مصر لغاية امبارح كانت هي الدولة الوحيدة اللي حصلت على صفر من النقاط، يعني الدولة الوحيدة التي لم تحقق أي نقطة، يعني المنتخب الوحيد والفريق الوحيد حتى أمس اللي ما حققش أي نقطة. تونس تغلبت على بنما، وبالتالي أصبحت بنما زي مصر، وبنما أيضا أصبحت صفر زيها زي مصر. طبعا الفرق كبير جدا في المكانة والتاريخ. تعرفين بنما، انت بتتكلم عن 78 ألف كيلو متر مربع مساحة، بتتكلم عن 4 مليون سكان، دولة صغيرة في وسط أمريكا الجنوبية. مصر بقى بتاريخها بمجدها أصبحت مساوية لبنما في الصفر. الدولتان الوحيدتان اللتان حصلتا على صفر في المونديال مصر وبنما. المحصلة النهائية دي لا تخلينا نقيم العزاء والحداد، وتخلينا كمان نكون أكثر تصميما على محاسبة ومحاكمة اتحاد الكرة اللي للأسف الشديد بيحاول أن يغسل يديه من كل ما حدث. ده مش كده وبس، ده الاتحاد دلوقتي بيكلمنا عن المستقبل. تخيلوا اتحاد فشل وأوصلنا إلى هذا الصف، لسه عايز يكلمنا على المستقبل. طبعا احنا طيلة الأيام الماضية في برنامجنا قمنا حملة على اتحاد الكرة، وقلنا إنه لابد من انها تقيل الاتحاد، لانه ده يناقض لوائح الفيفا يعني، ويساعد الاتحاد نفسه لو قمنا بخطوة من هذا النوع. للأسف الشديد لم يستيقظ ضمير اعضاء الاتحاد، لم يأخذوا هذه الخطوة من تلقاء انفسهم، لم يخجلوا، لم يقدموا اعتذارا، عملوا مؤتمرا صحفيا واحنا ناقشناه معاكم قبل كده، وصفته بانه مؤتمر الخزي والعار. وللأسف الشديد ما زال لديهم التصميم الكبير على البقاء في مقاعدهم، وهقول لكم ليه البقاء في مقاعدهم. لأن واضح أن كرة القدم تحولت إلى أكبر سبوبة في مصر الآن، كعكة، التعامل معها على أنها كعكة. وعايز أقول لكم أن من أكبر بوابات الفساد في مصر الآن هي بوابة الرياضة وكرة القدم تحديدا، يعني سبوبة يمكن أن تلتقي فيها المصالح المادية مع المسؤولية. ومصيبتنا الأولى اللي أوصلتنا للحالة دي سواء في كأس العالم أو في غيرها، إن اختلطت المصالح المادية مع المسؤولية. لما تكون مسؤولا عليك إنك ما يكونش في أي مصالح مادية متعلقة بهذه المسؤولية نهائيا نهائيا، ما يبقاش في بيزنس متعلق بهذه المسؤولية نهائيا. لكن للأسف الشديد في كعكة وفي بيزنس اختلط بالمسؤولية، علشان كده وصلنا إلى هذه الحالة. والكعكة والبيزنس انتقلت من المسؤولين للاعبين أنفسهم، يعني لما توصل الفضيحة إلى أنه اللاعب بحثا
عن 3000 دولار في مقطع مدته 3 دقائق او 5 دقائق يبيعه لقناة فضائية، يقوم يصور نفسه في الأوضة زي ما اعترف رئيس الاتحاد المهندس هاني أبو خيبة، وأنا لسه ما زلت مصمما على هذا الوصف، لأن كنت أعتقد أنه بعد ما شافوا هذا الغضب الشديد يمكن أن يقدموا استقالته، لكن المهندس هاني أبو خيبة أو المهندس هاني أبو خيبة تحديدا صمموا على البقاء في مقاعدهم. ليه؟ لأنه زي ما قلت لكم هي بالنسبة للجميع يعني هي كتلة مصالح، وبالتالي هنا مش مهم مصر، مش مهم المصلحة الوطنية. يعني نوصل إلى هذه الحالة إلى أن مصر وبنما تتساويان في الصفر، وكل الفرق التانية، تعالوا نشوف محصلة الفرق العربية، هتلاقوا أن السعودية عادت إلى حد ما مرفوعة الرأس، خدت 3 نقاط. المغرب عادت محمولة على الأعناق. ليه؟ تعادلت مع أسبانيا، أسبانيا هي اللي تعادلت معها في الثانية الأخيرة يعني، ولعبت قدام البرتغال مباراة عالمية يعني، وبالتالي هنا الجماهير في المغرب حملت فريقها على الأعناق. الدولة الثالثة وهي تونس، تونس بفوزها على بنما ايضا حققت فوزا. يعني لما تيجي تشوف ما هي الفرق العربية التي فازت في كأس العالم، هي تونس طبعا حققت ده قبل كده عام 78، لكن ها هي تحققه من جديد بعد 40 عاما، وبالتالي الناس عندها مكاسب بتتحقق. الا احنا تخيلوا مفيش ولا مكسب حققناه، بل خسائر فادحة. شوفوا قيمة صلاح قبل وقيمة صلاح بعد. قيمة صلاح قبل كاس العالم كانت عالية جدا، دلوقتي انخفضت بشكل كبير بسبب سوء الإدارة، إدارة البعثة. شوفوا الحملات التي تشن عليه بسبب موضوع الشيشان. شوفوا إدارة لاعب محترف بهذا الشكل كيف يمكن أن تديره، يعني هبطنا به نفسيا ومعنويا وأدبيا وماديا كمان. شوفوا منتخبنا في التصنيف قبل كاس العالم كان عامل ازاي، وبعد كاس العالم هيبقى عامل ازاي بعد الصفر الكبير اللي حصلنا عليه. طيب اعتقدنا انه خلال الساعات الماضية انه مجلس اتحاد الكرة يكون عندهم دم زي الكابتن عبد الرحيم محمد، النموذج اللي انا قلته هو الفيصل ما بين اللي بيحس واللي عنده دم وما بين اللي ما عندوش دم، انه الراجل مات احساسا بالحزن الشديد وبالاحباط يعني، لكن الذين صنعوا هذا الاحباط بيعايرونا انهم وصلونا لكاس العالم. تخيلوا بيقولوا ما كفايه وصلناكم، للاسف الشديد يعني. طيب انتوا وصلتونا لكاس العالم زي ما بتقول، لما تيجي تحاسبه يقول لك هو انا كنت بلعب، اشمعنى هنا؟ اشمعنى هنا بتبقى انت اللي وصلتنا؟ اشمعنى هنا بتكون انت اللي بتلعب؟ لكن لما بتيجي تحاسبه على الهزيمة يقول لك لا، الجانب الفني، وانا كنت بلعب في الملعب. وبالتالي هنا يا جماعة احنا امام اتحاد مصمم على البقاء في مقعده. طب نعمل ايه؟ الدولة مش هتتدخل عشان لوائح الفيفا، مجلس النواب مش هيعرف يعمل حاجة، لان هذه الحكومة حتى الان لم تحظى بثقة مجلس النواب، يعني لابد أن يتم التصويت على الحكومة علشان الحكومة تحظى بالثقة وتبدأ عملها عشان تعرف تحاسب وزير. تخيلوا لا المجلس يستطيع أن يحاسب مسؤولا الآن، ولا الدولة هتستطيع أن تتدخل بسبب لوائح الفيفا. وبالتالي اتحاد الكرة هنا فاتح صدره تماما، عنده كل هذه البجاحة الشديدة مع كل هذا الفشل، مع كل هذا الإحباط اللي صنعه، وحيبقى في مقاعده ومفيش حد هيعمله. أنا شايف إن المسألة لازم تكون في ضغوط من جهات مختلفة، في تحقيق في فساد مالي وإداري لابد أن يتم على الفور، وده بقى مش مستني لمجلس نواب ولا مستني دولة تتدخل، لا، في مجموعة من البلاغات يجب التحقيق فيها بشكل عاجل.
في فساد مالي وإداري واضح المعالم تماما، في كمان سوء إدارة ده يجب أن يتم المحاسبة عليه، بالإضافة إلى الجانب الفني خلاص هو قال لك أنا مشيت كوبر يعني، وبالتالي لن تستطيع أن تحاسب أحد ولن تستطيع أن تحاسب اللاعبين بما فيهم اللاعبين اللي التقطت لنفسها مقاطع تلفزيونية عشان تبيعها يعني.